عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تدخل القناه ديالي ما تنساش تضغط تحت الاشتراك معنا في القناه وخلي معك واحد لايك وشي كومونتير زوين. مؤخرا اخوتي التفاعل نقص في القناه يعني ملي كينقص التفاعل المورال كيمشي ما يقدر نحبس مابقاش ندير فيديوهات بزاف حيت انت كتلقى دير واحد الجهد وتصور فيديو وتمونطيه باش تلوحو الواحد يتفرج فيه ويتعلم انت ما كتستافد منه والو فالتالي ما تلقاش واحد الدعم ولا واحد الشجاع واخا غير بلايك وشي كومونتير زوين ما كاينش ونتمنى منكم تدعموني اكثر واكثر باش نلوحو فيديوهات بزاف. مهم بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار نعلمكم واحد السولو ديال لا كاسا دو بابيل ديال ماي لايف. كنت درت السولو ديال بيلا تشاو في هذا الفيديو هذا غندير لكم السولو ديال البدايه ديال الاغنيه ديال لا كاسا دو بابيل. نخليكم مع واحد المقطع كي كيمشي السولو وموراها ندوزو الشرح. يلا بيس عليكم. بالنسبة للسولو خوتي غادي نقسمو لكم البارتيات. البارتية الأولى اللي هي هذه سهلة. كنحطو صبع في الدوزيام كورد التروازيام كاز كنضربو ضربة كنكحزو الدوزيام كورد الدوزيام كاز كنضربو ضربة كنحطو حيدو صبعنا ونضربو ضربة بهذا الشكل. البارتية الأولى سهلة. البارتية الثانية اللي هي هذه كنحطو صبع في الدوزيام كورد تروازيام كاز كنلعبو ضربة كنضربو ضربة في الكورد الأول خاوي كنضربو ضربة في الدوزيام كاز البروميير كورد ثلاثة المرات وكنعاودوها. كتجي على شكل ضربة في تروازيام كاز دوزيام كورد الكورد الأول خاوي عامر ثلاثة المرات في الدوزيام كاز كنلعبوها جوج المرات كتجي على الشكل هذا. هذه هي البارتية الجوج قسمت لكم البارتيات باش تفهموا اكثر. والبارتية الثلاثة اللي هي هذه كنضربوا الكورد الاول خاوي كنحطوا صبعنا في التروازيام كاز دوزيام كورد كنضربوا ضربه كنضربوا عاوتاني الكورد الاول خاوي كنضربوا الكورد جوج عامر في التروازيام كاز كنضربوا خاوي. كنعاودو ديك البارتي اللي شرحت لكم قبلها اللي هي هذه قلنا كنحطو صبع في تروازيام كاز دوزيام كورد كنضربو الكورد الاول خاوي كنلعبوها عامر ثلاثة المرات في الدوزيام كاز كنعاودوها عاوتاني. هنايا موراها كنلعبو بارتي لي موراها كنلعبو كنلعبو
تروازيام كاز دوزيام كورد عامرة، الكورد الأول خاوي عامر في الدوزيام كاز، الكورد جوج خاوي. جمعنا هاد البارتيات كاملة شرحت لكم كتجي لهاد الشكل هذا. البارتي اللي مورا هادي هادي كنلعبو في الكاز رقم 3 الكورد رقم 2 ضربة، الكورد رقم 1 خاوي، الكورد رقم 3 عامر، الكورد رقم 2 عامر جوج مرات خاوي مرة، ثلاثة صفر في الكورد رقم 1 يعني خاوي، في الكاز رقم 3 جوج ضربات في الكورد رقم 2 الكاز رقم 2 على الشكل هذا. كنديرو موراها هكا كتجي لها الشكل كاملة كتجي لها الشكل. كنضربو كنطلعو الكورد رقم 3 الكاز رقم 2 كنضربو فيه ضربة، وكنضربو الكورد رقم 2 خاوي جوج المرات. وكنعاودو نفسها كنضربو الكورد رقم 2 كاز رقم 3 ضربة، الكورد رقم 1 خاوي، الكورد رقم 2 عامر في التروازيام كاز، عامر جوج ضربات في الدوزيام كاز مورها كنديرو. كنا كنديرو كنضربو الكورد رقم 2 خاوي، عامر في الدوزيام كاز، عامر في التروازيام كاز، الكورد الاول خاوي، الكورد 2 عامر كتجي على الشكل هذا. نكملو كنديرو موراها الكمالة، هي كنحطو صبعنا في تروازيام كورد دوزيام كاز، كنهبطو لدوزيام كورد دوزيام كاز، كنضربوه كورد رقم 2 خاوي، عامر في تروازيام كورد دوزيام كاز، الكورد 2 خاوي كتجي لهاد الشكل هذا. كتجي لهاد الشكل شوية نلعبو لكم.
هذا هو السولو كامل اخوتي. نتمنى يكون عجبكم الشرح وما تنساوش واحد لايك وشي كومونتير زوين باش تدعمونا اكثر ونديرو فيديوهات بزاف ما نحبسوش ان شاء الله. وهادشي اللي كاين يلاه بيس عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.